طيب نبدأ بيها لأن إنتاجها بعد 6 شهور ينتج. الأرض تحط فيها البذرة بعد 6 شهور تنتج. بعد ما تنتج الأرض ما أنت محتاج حضرتك تنمية عقارية عشان الناس تسكن جنب منه. بالتالي يبقى أنت محتاج تنمية عقارية. بالإضافة لاحتياج البلد الرئيسي للتنمية العقارية اللي هي وجود مساكن وخلافه في المرحلة اللي فاتت والمرحلة اللي جاية. إحنا قاعدين على تمدد عقارية لمساحة مصر. احنا قاعدين في تقدير التخطيط كان سيء في الفتره اللي فاتت وبدانا دلوقتي نشوف ما يسمى بالمدن الجديده. احنا الحقيقه يعني الفتره العظيمه اللي هي من 93 لغايه سنه 95 الفتره دي كانت فتره عظيمه في زياده رقعه التنميه في مصر. سواء التنميه الزراعيه كان وزير الاسكان فؤاد في الفتره كان الدكتور محمد ابراهيم سليمان. تمام. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ اللي حصل في الفتره دي ان الراجل ده عنده فكر عالي جدا وكان يهمه تنميه الدوله، تنميه الوطن، تنميه الصحراء. ولذلك سيادتك تلاقي سواء انا اللي هو كان بيبيع الارض ارخص من اسعارها. لا انا مش مكسبي في بيع الارض. هو كان ليه وجهه نظر قال ان انا بدور على التنميه. مكسبي النهارده سيادتك قيس انت بتشغل كام واحد بعد ما تبيع تديله الارض، بعد ما بتبيع الارض بتشغل كام واحد، بتشغل كام مهنه، بتشغل كام صناعه. ولذلك تلاقي سيادتك بالرغم ان كل المجالات زي ما بيقولوا بالبلدي وقعت خدت هواك وحصل فيها توقف، تلاقي قطاع المعمار خدت سيادتك والاقتصاد المعماري ما وقعش. اللي عنده شقه ب 1000 بقت ب 2000، اللي عنده محل ب 100 بقى ب 200. ده بعد ثوره يناير. ده قبل ثوره يناير. تمام. من سنه 5 من سنه 2005 بعد ما سيد الدكتور محمد ابراهيم سليمان ساب الوزاره وجه شخص اخر خدت بالك مش شغلته ومش مهنته ما عندوش فكره عن الاعاده المهنه واشتغل تاجر عمل مزادات. هذه المزادات وقفت التنميه في مصر. اعترض على المزادات دي رجال الاستثمار العقاري؟ اعترضوا. تمام. اعترضوا لكن المضاربين يمكن كان ساعتها الوزير كان بيفكر في القانون اللي هو يمكن ده امن. بس انت حضرتك بتقول ان هناك تعارض ما بين الاستثمار وما بين القانون. انا حضرتك يهمني النتيجه. احنا يهمنا برضه فرص العمل، يهمنا النتيجه، موارد الدوله برضه ما تبددش. موارد الدوله هتزيد عند حضرتك بعد ما تبني العماره، بعد ما تبني العقار، بعد ما تبني المشروع، بعد ما تعمل قيمه مضافه. قيمه مضافه، قيمه مضافه في خزينه الدوله مباشره. انت لما بتبيع الارض بالسعر العالي بتاخد ثمنها مره واحده. و80% من اللي بياخدوا الارض حضرتك بياخدوها عشان يسقعوها، مش بياخدوها عشان خاطر ينموها او يعملوا عليها مشروعات. المنميين الاقرييين اللي زي حالتنا سواء الصغار اللي زينا او الكبار النهارده بقى عندهم مشكله كبيره جدا انه ما بيقدرش يطرح وحده بسعر مناسب للعميل. ليه الارض مولعه؟ واسعار الشقق مرتفعه. هي ولعت من ساعه الارض، ولعت من ساعه اول مزاد اتعمل في سنه 2006 وكانوا فاكرين ان هذا المزاد هو المقياس الحقيقي للسوق. لا، المزاد ده ما كانش المقياس الحقيقي للسوق. علمت ان مجموعه منكم حضرتك قدمتوا لمعالي الوزير المهندس ابراهيم محلب تصوراتكم لما يجب ان يكون في هذا الاطار. انا تخاطبت مع سيد مع مع مع, مع عن طريق المراسلات سيد الوزير ابراهيم محلب. طبعا هو كفاءه عاليه وراجل منفذ عظيم، ولكن يبدو ان هذا الـ 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 الجانب او هذا الباب لسه ما فتحوش لانه كان منتظر ملف يعني ملف. هذا الملف منتظر الدستور الجديد عشان خاطر يسنده في المرحله المقبله. وانا اعترضت على المزاد. هو ممكن يقتنع بهذا الامر؟ ده هو استاذنا يعني واحد من اساتذتنا يعني اساتذه التنميه اللي عرب اساتذه وهو برضه حضرتك يعني ايده في زي ما بيقولوا البلد ايده في النار شغل بحرك. فيعني اعتقد ان هو اول واحد هيصحح هذا الخطا وخاصه ان انت عند حضرتك زي ما سيادة الكرام دلوقتي قلت ان انت عند حضرتك احنا كويس يا باشمهندس فوزي ان يكون الوزير من جوه الفيلد. اه طبعا يعني جاي مش اكاديمي جاي من بص عبد الملعب زي الوزير جاي من الملعب جاي فاهم بس اديله قوانين. فدينا سيدي عملنا لك دستور وعملنا لك قانون. في مجموعه من الوزراء بالفعل جايين من قلب زي مثلا الدكتور محمد ابو شادي طول عمره في التموين في مباحث التموين وله دراسات اقتصاديه
الدكتورة دورية شرف الدين برضو ابنة القطاع الأخبار والتلفزيون وجاية من نفس القطاع، الدكتور المهندس إبراهيم محلب، المهندس عاطف حلمي، يعني في وزراء كتير بدون يعني ما أتكلم يعني أسردهم جايين من إيه من الملعب بتاعهم. الحقيقة إن هتجد النتائج قريبة جدا. ليه؟ لأن إحنا بعد بعد الاستفتاء على الدستور وبعد ما وصل فيه ما وصل اليه من 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 حجم موافقه من الناس سواء العاملين في كل مجالات الدوله او قطاع الشعب كله، ده النهارده ده بيقوي ظهر المسؤول او الوزير وبيشجعه ان هو يوقع، بتديله قوة ان هو يقدر يوافق بعد ما يدرس المشروع بيوافق. واحنا عايزين نستغل الفترة دي باساتذتنا الموجودين زي ابراهيم محلب، ست فريق الشحات، الناس الكبيرة اللي هي كان ليها بصمة في الاستثمار وفي التنمية. فريق الشحات راح مرسى مطروح عمل فيها تنمية تكفيها 30 سنة، كان معاه مدير استثمار ستلوه محرم من الناس الافاضل، الناس القويه، الناس اللي صاحبه قرار. الاجيال اللي بعد منه جت مشيت على الضربه بتاعه ومشيت على نفس الطريق بتاعه. ولذلك تلاقي حضرتك محافظه مطروح ما شاء الله من انجح المحافظات اللي ليها مستقبل واعد في الاستثمار. احنا حضرتك شايف الظروف سهله دلوقتي ولا صعبه على اي مسؤول؟ شوف يجي الان عنده برضه فزاعه اسمها البلاغات الكيديه والتحقيقات نيابه الامانه العامه، تقعد تكلمني في الغاء المزادات لصالح الدولة ولا صالح الاستثمار ولا صالح التنمية؟ طب ما الوزير برضه ليه حق انه يخاف ان يلغي المزاد ويرسى مثلا على فلان قطعة الارض دي هياخدها ينميها وهي صحراء، بس يخاف واحد يقول له طيب انت عملت كده من غير ما تعمل مزايدة ولا ممارسة. احنا الحقيقة لو حسبنا القيمة المضافة من انك بتخصص ارض لشركة زي سين ولا صاد ولا العمالقة اللي كان ليهم دور في تنمية مصر وتعميرها وإقامة مشروعات ناجحة على أرض الواقع دلوقتي، تعرف هذه القيمة المضافة من خلال ما سيأتي إليه سيادتك من عوائد، من مصروفات التراخيص، من ضرائب، من تشغيل المعدات وضرائبها، من الجمارك بتاع الحاجات اللي هتستوردها، من تشغيل المصانع. انت عندك حضرتك 103 مهنه، 103 مهنه بيشتغلوا ورا مهنه الاسكان ورانا. الحقيقه يعني كل هذه المكاسب ستضخ في خزينه الدوله بشكل مباشر، خدت بال حضرتك؟ وبعدين احنا النهارده نتكلم بقى ازاي السيد الوزير صاحب القرار ده ازاي نحميه وازاي نقف جنبه وازاي ان احنا نكون ظهره في المرحله المقبله. نتكلم حضرتك على التصورات دي ولكن بعد هذا الفاصل. كباتن معلش انتوا كده هتحاسبوا على ساعه كمان. ليه يا رب؟ احنا بقالنا خمس دقايق بس. لا تشربوا حاجه يا رجاله؟ ميرسيل ذوقك. اللي بيشعوذ ما بيتزنيش في فلوس، بس انت ممكن تتزنق. نزل ابلكيشن فون كاش وخلي دايما معاك فلوس في موبايلك تسحبها من اي مكان ممكن. فون كاش من البنك الاهلي مصر، بنك اهلي مصر. عشان كل واحد عايز حاجة عكس التاني، جهينة ميكس لكل حاجة والعكس. كنا بنتكلم عن الفصل ازاي نحمي المسؤول، خاصة اذا كنا بنتحدث عن استثمارات وعن تنمية وعن قرارات جريئة. طب ازاي يأمن ظهره؟ والله انا يعني عايز اقول لحضرتك ان تأمين ظهر المسؤول اولا بواقع ملموس، لان المسؤول مش هيشتغل لوحده، وفي نفس الوقت حضرتك هو هيحط، مش كان في ابواب فساد في الموضوعات ديت يعني ابواب، يعني بعدين سيادتك لما تحسب ابواب الفساد مع الانجاز
تلاقيها شيء لا يذكر. يعني جنب الفايدة اللي عايدة عليه لغاية النهاردة هذا الفساد اللي تم مرة واحدة مرة واحدة، ولكن انت كدولة بتستفيد من هذا الـ مش هنقول عليه الفساد، هذا الانجاز. الانجاز تم بفساد او تم بغير فساد، لا احنا عايزين نقول ايه، ان الانجاز اللي تم ازاي خلينا نبعد عنها، يعني ان احنا نوصفها بهذا الوصف القاسي. كان في مشروعات قوانين كانت بتسمى عن حسن النيه، ان المسؤول اذا كان حسن النيه يعني كان المقصود به حمايه المسؤول، يعني هو بالفعل عايز ايه، عايز مصلحه البلد، ولكن البعض يتربص بيه. لما بدات القوانين دي بتطرح قامت الدنيا ولم تقع. انا عايز بس اصحح لحضرتك حاجه، يعني حضرتك صحراء جرباء الناس بتخاف تعدي من جنبها، ياخدها سين او صاد ويعمل لك مدينه من اجمل المدن ويعمل لحضرتك ويحقق لك فيها رفاهيه. انت لما تيجي تاخد حته الصحراء اللي لازق فيه، هل من العقل او هل من الفكر ان تاخدها بنفس السعر اللي خده هو بيه؟ لا طبعا، اغلى لانه اصبح جاري عنده. فالراجل اللي خد دي بالفساد، ولا خدها برخص التراب، ولا خدها على قيمة، على قيمة اللي في ظهرها واللي جنبها واللي قدامها واللي قبلها. القاهرة الجديدة، القاهرة الجديدة والشروق اتخلقوا بكده بمدينتين كبار جنبيها. لا مدينتي دي يعني انا معلش، يعني انا كنت من الناس اللي كانت بتعرض عليا هذا الربع من الارض على اجزاء انا كنت برفضه، انما النهارده بعد ما دخل فيه حضرتك في هذا الشكل خدت الحق، حققت شكل حضاري، حطت يعني حط بصمه كبيره جدا في طريق التنميه. النهارده حضرتك احنا بنعرض تاني ان جزء تاني في حته تانيه خالص لا توجد بيها اي تنميه. بس يعني على مدار عمر حضرتك احفز ازاي المستثمرين العقاريين ان هم يجوا المناطق دي؟ تحفزهم بان حضرتك اولا تسهل طريقه الحصول على الاراضي لمجرد انهم يطلبوها بمشروع تضمنه مكاتب. انت عند حضرتك مكاتب جباره، عندك مكاتب بيها ثقلها في العالم، في مصر عندك اساتذتنا في تقييم الاسعار، في تقييم الاسعار. انا بعد اذن حضرتك النهارده انا ما يهمنيش السعر الارضي، انا يهمني المشروع اللي هيتعمل عليها ايه. النهارده حضرتك لما جم على قطعه كبيره جدا من الصحراء العاشر من رمضان مثلا، وراحوا اتعمل عليها مجموعة مصانع لولا ان حصل يعني نوع من الـ من الـ من الضعف والبلبله ونوع من الاضطراب عند اخواننا اللي اقاموا هذه المصانع العملاقه في فتره، واللي قفل واللي فلس واللي كانت النهارده عندها اقوى منطقه صناعيه في مصر وفي يمكن في العالم العربي كله تاريخا، بان احنا كمصر اكبر دوله لها تاريخ في الصناعات، اكبر دوله لها تاريخ في الصناعات. النهارده في كل اسف احنا هذه المنطقه تضاءلت لحجم المصانع اللي فيها للنص، النص متوقف، في جزء متوقف بالفعل. والاستاذ منير فخر عبد النور وزير الصناعه عامل لجان متخصصه لبحث مشاكل هذه المصانع وليه توقفت، واذا كان في اسباب تمويليه او اسباب خاصه بالجهات الحكوميه اللي بتتعامل معاها بحيث ان هو يقدر يزليها، وبالفعل بعضها بدا يفتح تاني. النهارده دي كانت صحراء، طب ده صحراء على مر التاريخ، النهارده بقى ليها تمن، وبعدين في نفس الوقت وخلت مدينه العبور ليها ساحه، خليها ده حواليها بقى الصالحيه والعبور والاسماعيليه. يعني عايز اقول لسيادتك ان الارض وهي صحراء ليس لها قيمه، قيمتها الدفتريه انا بعتبرها صفر، انما وما عليها من مشروعات هو ده الانجاز. احد المستثمرين قال لي ان في دول كتير جدا بتدي للمستثمرين الارض بسعر زيرو. طبعا يعني ببلاش. هو ده حضرتك بعد اذن سيادتك، في دوله عربيه لا داعي لذكر اسمها بتدي المساحات. انت ما هتيجي سيادتك تعمل مصنع اسمنت تديك الارض مجانا. بالمناسبه الدول العربيه، حضرتك كنت راجع توك من الامارات، الامارات لها تجارب جيده جدا في النهضه الاقتصاديه
والعمرارية على وجه التحديد. عايز اسال حضرتك يعني سؤال ذو شقين فيما يخص الامارات، يعني هم نظرتهم ايه لما بعد الثوره اولا، ثانيا الامارات ايه اللي ممكن نستفيده من التجربه بتاعتها؟ اولا الامارات الحقيقه شعب جميل وشعب يحبنا جدا جدا وفرحان اكتر مننا، فرحان لينا بنجاح الدستور اكتر مننا، واحنا بنشكر شعب الامارات وبنشكر الدول العربيه كلها اللي وقفت جنب مصر وبنعتبرهم اشقاء اعزاء، الشيخ عبد الراشد وبنشكر الشيخ محمد بن راشد وبنشكر الشيخ خليفه خالد، بنشكر الشيخ محمد